أهلا بيكم في درس جديد من قناة تعلم الإنجليزية مع أميرة. في درسنا النهاردة هقدم لكم درس بسيط عن حروف العطف في اللغة الإنجليزية. تعالوا نبدأ الدرس. حروف العطف في اللغة الإنجليزية هي for and nor but or yet so. for لأن تستخدم هذه الأداة لإظهار السبب أو الغاية من شيء ما. على سبيل المثال I go to the library for I love to read. أذهب إلى المكتبة لأنني أحب القراءة. نلاحظ أن فور في الجملة السابقة عبرت عن السبب الذي جعل الشخص في المثال السابق يذهب إلى المكتبة. يعد استخدام فور بهذه الطريقة استخداماً رسمياً لها وغير شائع في اللغة الإنجليزية المحكية. لذلك من الأفضل استخدام أدوات أخرى مثل since أو because. يجب أن لا ننسى أن for تستخدم استخدام آخر كحرف جر بعيداً عن استخدامها كأداة عطف. مثال Is this gift for me or someone else? هل هذه الهدية لي أم لأحد آخر؟ And و تستخدم هذه الأداة في اللغة الإنجليزية بشكل مشابه لاستخدامها في اللغة العربية لربط فكرتين أو أكثر مع بعضهما. مثال I like to eat cookies and I like to drink milk. أحب تناول الكعك وأحب شرب الحليب. يجب أن تكون هذه الأفكار مترابطة مع بعضها بحيث تشكل جملة ذات مغزى. يمكنك استخدام هذه الأداة لربط سلسلة من الأحداث مع بعضها. مثال The president arrived and gave an hour long speech. وصل الرئيس وألقى خطاباً لمدة ساعة كاملة. لكن إذا أردت أن تذكر أكثر من حدثين أو شيئين، استخدم الفصل بين هذه الأشياء وضع كلمة and قبل آخر شيء أو حدث ذكرته. مثال I wasted so much time, energy, and money on the trip. لقد هدرت الكثير من الوقت، الطاقة، والمال في تلك الرحلة. nor ولا تستخدم هذه الأداة للربط بين شيئين منفيين على العكس من and التي تستخدم للربط بين شيئين مثبتين، وغالبا ما ترافق إحدى الكلمتين not وكلمة neither. مثال He did not return my calls nor did he respond to any of my texts. لم يجب على اتصالاتي ولا على أي من الرسائل التي أرسلتها له. but لكن تستخدم هذه الأداة العاطفة لإظهار التباين أو الاستثناء بين شيئين مختلفين. أمثلة Michael likes soup but sometimes he orders something different. يحب مايكل الحساء لكنه يطلب بعض الأحيان أشياء مختلفة. The dress was beautiful but slightly expensive. كان الفستان جميلا لكنه غالي قليلا. My mom doesn't like to cook, but she does it anyway. لا تحب أمي الطهي، لكنها تطهو على أي حال. Or أو تستخدم هذه الأداة لعرض الخيار بين شيئين تماماً مثل استخدامها باللغة العربية. تأتي عادة مع either إما. أمثلة Do you like chocolate or vanilla butter?
هل تحب الشوكولا أو الفانيليا أكثر؟ yet مع ذلك. تتشابه هذه الأداة مع الأداة but. مثال: the sauce was sweet yet had a spicy flavor to it. كانت الصلصة حلوة مع ذلك كان فيها طعما حارا. so لذلك. يمكنك استخدام كلمة الربط هذه عندما ترغب في التعبير عن علاقة تعتمد على السبب والنتيجة. يتبع هذه الأداة جملة تكون نتيجة للجملة التي تسبقها. مثال: It was the week before Christmas, so the mall was unusually hectic. كان الأسبوع الذي يسبق عيد الميلاد، لذلك كان السوق التجاري مزدحماً وهائجاً بشكل غير اعتيادي. وبكده يكون درس النهاردة انتهى، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.